كثيرا في موضوع العلاقة بين الآباء والأبناء أو بين الشيوخ والشباب، إنه موضوع مهم. أختلف معك يا ياسمين، هذا الموضوع غير مهم، لأن دور الشيوخ قد انتهى في الحياة. يجب أن يعتمد المجتمع على الشباب وحدهم. أتفق مع ياسمين في أهمية الموضوع، وأختلف مع فرحان، ورأيي أن المجتمع يحتاج إلى قوة الشباب وتدريبة الشيوخ معهم. لكن الشيوخ يريدون فرض آرائهم على الشباب في كل شيء، كاختيار الأصدقاء والزوجة ونوع الدراسة، بل وحتى في الملابس التي يلبسونها. للشيوخ آراء وللشباب آراء، ويجب أن يحترم كل فريق آراء الفريق الآخر. أبي يعاملني معاملة الأطفال، ولا يستمع إلي ولا يتحاور معي. أبي يعاملني معاملة الأصدقاء، ويستمع إلي ويحاورني ويحترم آرائي واتبع نصائحه. هكذا تكون العلاقة بين الشباب والشيوخ.